الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. قبل أن نبدأ في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهو مخرج الجيم والشين والياء، قبل ذلك نحن نعلم أن الأمة الإسلامية قد فجعت بوفاة عالم من أعلام القرآن الكريم وعالم من علماء القراءات، وهو الشيخ المتقن المسند العلامة عبد الحكيم عبد اللطيف رحمه الله وطيب ثراه، وهو شيخ عموم المقارئ المصرية، شيخ عموم المقارئ المصرية وشيخ مقرأة الجامع الأزهر. إنه لفقد موجع ورحيل مفزع، نسأل الله أن يخلف الأمة فيه خيرا، وألا يحرمنا أجره، وألا يفتننا بعده، وأن يغفر لشيخنا، وأن يرحمه، وأن يجازه عن قراءة القرآن خير الجزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. موضوع حلقة اليوم كما ذكرت هو مخرج الجيم والشين والياء. وقبل أن نتحدث عن مخرج الجيم والشين والياء، نتكلم أولا ونراجع ما كنا ذكرناه في الحلقة الماضية والتي قبلها من مخارج لمن فاته شيء من هذا. كنا قد ذكرنا أن مخارج الحروف العربية تنقسم إلى قسمين، مخارج عامة رئيسة ومخارج خاصة. ذكرنا أن المخارج العامة الرئيسة هي 4 مخارج أو 5 مخارج. المخرج الأول هو مخرج الجوف، والمخرج الثاني هو مخرج الحلق، والمخرج الثالث هو مخرج اللسان، والمخرج الرابع هو مخرج الشفتين، والمخرج الخامس هو مخرج الخيشوم. هذه المخارج الخاصة أو هذه المخارج العامة الرئيسة تحوي مخارج خاصة. تكلمنا عن مخرج الجوف وهو مخرج رئيس، وذكرنا أن الحروف التي تخرج من هذا المخرج هي 3 أحرف: الألف المدية، والألف لا تكون إلا كذلك، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، والياء المدية، الياء الساكنة، المكسور ما قبلها، والواو المدية وهي الواو الساكنة المضموم ما قبلها. ذكرنا أيضا أن هذا المخرج وهو مخرج الحلق، مخرج الجوف، هو مخرج مقدر. المخرج الثاني من المخارج الرئيسة هو مخرج الحلق. الحلق يحوي 3 مخارج خاصة: أقصى الحلق، ووسط الحلق، وأدنى الحلق. أقصى الحلق هو منطقة الوترين الصوتيين، وهي أبعد منطقة من الحلق، تبعد يعني بعيدة عن مقدمة الفم، هي أبعد منطقة، ويخرج من هذه المنطقة حرفان وهما الهمزة والهاء. ذكرنا أن الهمزة الساكنة تخرج
بالتصادم بين الوترين الصوتيين أو بالتلامس بين الوترين الصوتيين يصطلح عليه العلماء بالقرع. أما الهمزة المتحركة سواء كانت متحركة بالفتح أو متحركة بالكسر أو متحركة بالضم فإنها تخرج بالتباعد بين الوترين الصوتيين. يعني الأوتار الصوتية هما وتران تكونان في حالة تلامس، فلما ننطق همزة متحركة سواء بالفتح أو بالضم أو بالكسر يحصل تباعد بين الوترين الصوتيين هكذا هكذا يحصل تباعد آ إي أو. أما الهاء فهي تخرج بالتقارب الشديد بين الوترين الصوتيين. المخرج الثاني من مخارج الحلق وهو وسط الحلق، وهو منطقة لسان المزمار. من هذا المكان وهو وسط الحلق يخرج حرفان هما العين والحاء. ثم عندنا المخرج الثالث والأخير من مخارج الحلق وهو أدنى الحلق، وهو منطقة جذر اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى الحنك الرخو، ويخرج منه حرفان وهما الغين والخاء. طبعا هذه الحروف الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء نسميها بالحروف الحلقية لأنها تخرج من الحلق. تكلمنا أيضا في الحلقة الماضية عن مخرج اللسان وهو من المخارج الرئيسة الخمسة. اللسان ذكرت لكم أنه هو أكثر المخارج الرئيسة حروفا، يخرج منه 18 حرفا. 18 الحرف هذا يخرج من 10 أماكن في اللسان. طبعا لو أردنا الدقة المتناهية بما أنه عندنا 18 حرفا تخرج من اللسان معناها عندنا أيضا 18 مخرجا، لكن للقرب الشديد بين المخارج فنجد أن الحرف والحرفان والثلاثة يخرجون من مخرج واحد، كما سنتكلم إن شاء الله في حلقة اليوم لما نعرف أن الجيم والشين والياء يخرجون من مخرج واحد وهو وسط اللسان. أيضا في الحلقة الماضية لما تحدثنا عن مخرج حرف القاف ومخرج حرف الكاف ذكرنا أن هذين الحرفين يخرجان من أقصى اللسان. طبعا أذكركم بأقسام اللسان، لو مثلت يدي هذه باللسان عندنا هذه المنطقة أقصى اللسان، هذه المنطقة وسط اللسان، وهذه المنطقة طرف اللسان. إذن هذا أقصى اللسان، طبعا هذه الجهة الحرة الطليقة من اللسان جهة الأسنان، فأقصى منطقة وهي أبعد منطقة من اللسان على مقدمة الفم نسميها أقصى اللسان، هذا وسط اللسان وهذا طرف اللسان. من هنا من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى يخرج حرف القاف. القاف يخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. القاف حينما تخرج الذي يحاذي اللسان هو الحنك الرخو أو الحنك اللحمي، لأن الحنك الأعلى سقف الفم وغار الحنك الأعلى وقبة الحنك هي تنقسم إلى أقسام. آخر شيء طبعا أبعد شيء من الحنك الأعلى إلى مقدمة الفم عندنا اللهات، واللهات هي العضلة التي تشبه العنب التي نراها متدلية في آخر الفم إذا فتحنا أفواهنا أمام المرآة. طبعا معظم المراجع الطبية تهمل الحديث عن اللها، طبعا هي لها فوائد منها مثلا مسألة الذوق، أيضا إذا رغب الشخص واحد منا حصل له تسمم أو كذا ويرغب في الإقياء فهي تعين على هذا. فالذي يعنينا هذا كله استطراد، الذي يعنينا أن الحنك الأعلى ينقسم آخر هي اللها وهي العضلة التي نراها متدلية، ثم عندنا الحنك اللحمي الرخو، ثم عندنا الحنك الصلب أو الحنك العظمي، ثم عندنا مقدم الحنك، وعندنا بعد ذلك اللثة وهي اللحم الذي نبتت فيه الأسنان.
فأقصى اللسان مع الحنك اللحمي وهو آخر منطقة من الحنك أو قبة الحنك أو سقف الحنك يخرج حرف القاف. أق ق قي قو. أدنى منه بقليل من جهة مقدمة الفم يخرج حرف الكاف، فحرف الكاف يخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، يخرج من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي معا. يعني نلاحظ أن مخرج الكاف قد تقدم قليلا إلى جهة مقدمة الفم. إذن عندنا أقصى اللسان خرج منه حرفان وهما القاف، بعده بقليل عندنا الكاف. إذا اتجهنا جهة مقدمة الفم سنتجه جهة وسط اللسان. وسط اللسان هذه المنطقة يخرج منها في اللغة العربية ثلاثة أحرف، وهي عفوا الجيم والشين والياء. الجيم والشين والياء غير المدية، ننتبه لهذا، لأن الياء المدية من أين تخرج؟ الياء المدية تخرج من الجوف. طبعا هذا على رأي الخليل، الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، عبقري اللغة وعالمها، هو الذي نسب حروف المد الثلاثة، الألف الساكن المفتوح ما قبلها، والواو الساكن المضموم ما قبلها، والياء الساكن المكسور ما قبلها، نسب خروجها إلى الجوف. أما تلميذه سيبويه فقد جعل الياء المدية تخرج مع الياء غير المدية، يعني عنده الياء المدية هي أيضا تخرج من وسط اللسان. الواو المدية قال تخرج من الشفتين مع الواو غير المدية. الألف قال تخرج من أقصى اللسان من مخرج الهمزة. هذا هو رأي سيبويه ومن تبعه. أما الخليل بن أحمد، وهذا المذهب هو الذي اختاره ابن الجزري رحمه الله تعالى، الإمام ابن الجزري، يعني اختار من مذهب الخليل، يعني الكلام يكون أدق، اختار من مذهب الخليل نسبته حروف الجوف، حروف المد إلى الجوف، وأخذ المخارج التي ذكرها سيبويه في كتابه الكتاب، يعني ذكر أن المخارج 16، فأخذ المخارج كما هي بذات الترتيب، وأخذ من مذهب الخليل الذي ذكره في كتابه العين، أخذ منه نسبته حروف المد إلى الجوف. هذا كله شرحته بفضل الله فيما مضى. فعندنا ثلاثة مخارج، طبعا الذي سنعتمده إن شاء الله هو المذهب المركب الذي من مذهب الخليل ومذهب سيبويه، وهو المذهب الذي ركبه واختاره الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. ذكرنا أن منطقة وسط اللسان يخرج منها الجيم والشين والياء غير المدية على مذهب الخليل. نواصل إن شاء الله بيان مخارج، أو مخرج هو مخرج واحد، الجيم والشين والياء، لكن بعد أن نخرج لهذا الفاصل القصير، فحياكم الله. إذاعة التناصح المسموعة، منبر لكل نصح. يمكنكم متابعة إذاعة التناصح المسموعة بحلة جديدة وباقة ممتعة من البرامج المباشرة والمسجلة الاجتماعية منها والثقافية والتربوية، والتي نسعى من خلالها لطرح ومعالجة أبرز القضايا التي تهم كل فرد من أفراد المجتمع. ويمكنكم متابعتنا على الترددات الآتية: إذاعة التناصح المسموعة المنطقة الغربية عبر الأثير 102.1 FM، إذاعة التناصح المسموعة مدينة زليتن والخمس ومسلاته
عبر الأثير 89.3 FM، كما يمكنكم المشاركة في البرامج المباشرة عبر الرقم 021-334-7405. إذاعة التناصح المسموعة، منبر لكل ناصح. لكل ناصح. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. كنت قبل الفاصل أتحدث عن مخرج الجيم والشين والياء، وذكرت أن هذه الحروف تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى. نبدأ بحرف الجيم. طبعا الجيم كما بينت هو يخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى، لكن حرف الجيم يخرج بالتصاق تام محكم بين أقصى وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. هذا الالتصاق التام المحكم يمنع مرور الصوت ويمنع مرور الهواء. جربوا هذا: أج جا جي جو أج. لاحظوا أن المخرج يقفل تماما، ينقفل المخرج نتيجة الالتصاق التام والمحكم بين وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى. هكذا هي الجيم الفصيحة: أج جا جي جو. طبعا ما نسمعه في العاميات من هذه الجيم أج أو جا جي جو، هذه جيم رخوة لأن الصوت يجري بها، وهي جيم مهموسة لأن النفس والهواء يمر، ولكنها ليست الجيم الفصيحة المنقولة إلينا. الجيم التي نقلت إلينا من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي جيم شديدة. نلاحظ على اللوحة التعليمية مخرج حرف الجيم، نلاحظ كيف أن وسط اللسان قد التصق بوسط الحنك الأعلى. نلاحظ أيضا أن المخرج قد انقفل بحيث لا يمر الهواء. طبعا منطقة التلامس أو الالتصاق هي المنطقة الملونة باللون الأزرق. لاحظوا وسط اللسان قد التصق تماما بالحنك الأعلى، بوسط الحنك الأعلى، فالصوت الخارج من القصبة الهوائية ويريد الصوت أن يتابع طريقه إلى خارج الفم يجد أن المخرج قد انقفل. لذلك فإن الجيم هي من حروف الشدة كما سيأتي معنا إن شاء الله لما نتكلم عن مخارج عن صفات الحروف. فننتبه لهذا، لابد أن نحرص على صفة الشدة في حرف الجيم، الجيم الفصيحة الصحيحة المنقولة إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعرب المعاصرين له، هكذا هي جيم شديدة ينحبس فيها الصوت. أج جا جي جو. طبعا لاحظوا لما نطقت الجيم الساكنة حصل قرع، حصل تلامس بين طرفي عضو النطق أج، أما حينما نطقت الجيم المتحركة سواء المتحركة بالفتح أو المتحركة بالضم أو المتحركة بالكسر حصل تباعد بين طرفي عضو النطق، كان هناك التصاق وكان هناك تلامس ثم حصل تباعد. جربوا هذا: جا جي جو. جربوا هذا أيها المباركون. ننتقل إلى الحرف الثاني من الحروف التي تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى، وهو حرف الشين. الشين هي أيضا تخرج من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى كالجيم، لكن المخرج غير منقفل، المخرج لا ينقفل، يبقى هناك فرجة ومساحة
يمر منها الصوت والهواء. لذلك لما سنتكلم عن حرف الشين نتكلم عن صفاتها، سنعلم أن الشين هي حرف رخو يجري فيه الصوت، وهي أيضا حرف مهموس يجري فيه النفس. جربوا هذا: أش، شا، شاكرا، شو، شكورا، شي، شرعة، أش. لاحظوا هذا على اللوحة التعليمية التي تبين مخرج الشين. نلاحظ أن حرف الشين يخرج من وسط اللسان، وهي المنطقة الملونة باللون الأزرق، مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى. نلاحظ أن المخرج لم ينقفل تماما، هناك فراغ وهناك تجويف يمر منه صوت الشين ويمر منه الهواء. لذلك فإن الجيم هي حرف رخو وحرف مهموس. طبعا الرخاوة لما نشرحها إن شاء الله سنعلم أنها هي جريان الصوت، والهمس حينما نشرحه إن شاء الله سنعلم أنه جريان النفس. الحرف الثالث من الحروف التي تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى هو حرف الياء. الياء غير المدية على مذهب الخليل، لأن الخليل جعل الياء المدية تخرج من الجوف. طبعا الياء غير المدية هي أيضا تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى، وفي الياء أيضا لا ينقفل المخرج كما انقفل في حرف الجيم. نرى على اللوحة التعليمية مخرج حرف الياء غير المدية. نلاحظ أن الياء غير المدية تخرج من وسط اللسان، وهي المنطقة الملونة باللون الأزرق، مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى. ونلاحظ أن هناك فراغ وهناك تجويف بين وسط اللسان وبين الحنك الأعلى، هذا الفراغ يسمح بمرور الصوت ويسمح بمرور الهواء. نلاحظ أيضا في الصورة أن أقصى اللسان قد تسفل وقد انخفض. أيضا نلاحظ أن طرف اللسان قريب من الأسنان السفلى. طبعا نحن نريد أن نقوم بمقارنة بين حرف الشين وحرف الياء غير المادية، لأن كلاهما أو لأن كليهما يخرج من طرف اللسان، من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى، لكن هناك اختلاف في شكل اللسان بين حرف الياء غير المادية وحرف الشين. نرى هاتين الصورتين ومن خلالهما نقارن بين حرفي الشين والياء غير المادية. طبعا نلاحظ في كلتا الصورتين أن الياء غير المادية والشين الاثنين يخرجوا من وسط اللسان، وهي المنطقة الملونة باللون الأزرق، لكن نلاحظ أن شكل اللسان قد اختلف. في الياء غير المادية نلاحظ أن أقصى اللسان قد تسفل وقد انخفض. لاحظوا أن المجرى في حرف الياء غير المادية، مجرى الهواء، يعني مجرى واسع خاصة في جهة أقصى اللسان، طبعا نتيجة التسفل والانخفاض لأقصى اللسان. طبعا نلاحظ أيضا في كلتا الصورتين أن رأس اللسان لا عمل له وأنه قريب من الأسنان السفلى. إذن في كلا الصورتين، في مخرج الياء غير المادية وفي مخرج الشين، المخرج لا ينقفل تماما، الصوت يمر والهواء يمر، لكن هناك اختلاف في هيئة وشكل اللسان، بينما في حرف الجيم المخرج ينقفل تماما. هذا في الجيم الفصيحة الصحيحة المنقولة إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن العرب المعاصرين له. خلاصة ما تحدثنا عنه إلى الآن من مخارج الجوف، يخرج منه ثلاثة أحرف وهم حروف المد،
الألف الساكن المفتوح ما قبلها، والواو الساكن المضمومة قبلها، والياء الساكن المكسور ما قبلها. وعندنا الحلق فيه ثلاثة مخارج، أقصى الحلق يخرج منه الهمزة والهاء، ووسط الحلق يخرج منه العين والحاء، وأدنى الحلق ويخرج منه الغين والخاء. ثم انتقلنا إلى مخرج اللسان، تكلمنا عن أقصى اللسان يخرج منه حرفان وهما القاف مع ما يحاذي أقصى اللسان من الحنك الأعلى وهو الحنك اللحمي. ثم الكاف يخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى وهما الحنك اللحمي والعظمي معا. ووسط اللسان يخرج منه ثلاثة أحرف وهم الجيم، طبعا بانقفال تام وتلاصق تام بين وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى، والشين والياء غير المادية. نكتفي بهذا القدر من المادة العلمية ونتلو التلاوة المنهجية، وهي الصفحة الثانية والسبعون بعد المئة الثالثة، من الآية الثانية عشر بعد المئة إلى الآية السادسة والثلاثين بعد المئة من سورة الشعراء. أتلو وبعد ذلك نفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وما علمي بما كانوا يعملون. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين. إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر. إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم جبارين. فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون.
أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين صدق الله العظيم. نخرج لفاصل قصير نستقبل بعده إن شاء الله اتصالاتكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته فحياكم الله. والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك يا حامل القرآن يا حامل القرآن. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، نسعد بتلقي اتصالاتكم على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة لمن أراد أن يسمعنا قراءته ولمن أراد أن يسأل في علم التجويد. وتلاوتنا المنهجية التي كنا قد تلوناها قبل الفاصل هي من الآية 12 بعد 100 إلى الآية 36 بعد 100 من سورة الشعراء. معنا أول متصلة وهي الأخت صفاء، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وما عندي ما كانوا يعملون. إن حسابهم إلا على ربي لو تشركون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنزلناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا
ولا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. حسبك بارك الله فيك يا صفاء، ما شاء الله تلاوتك جيدة، وقد قرأت علينا برواية الإمام حفص رحمه الله. يا صفاء انتبهي لحرف الجيم من قوله تعالى ونجني ومن معي من المؤمنين. ونجني، الجيم هي حرف شديد ينحبس فيه الصوت، لكن حينما نقول ونجني هذه الجيم ليست بجيم شديدة وإنما هي جيم رخوة. هذه الجيم هي التي نستخدمها في كلامنا العادي في العاميات، أما الجيم الفصيحة المنقولة إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي جيم شديدة ينحبس فيها الصوت. أج ونجني الحج، هكذا. فانتبهي لهذا يا صفاء. معنا الأخ حمزة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا. كيف أخبارك شيخنا؟ نحمد الله، بارك الله فيك، أكرمك الله، تفضل. شيخنا أريد أن أقرأ سورة الفاتحة. اقرأ. نقرأ سورة الفاتحة. نعم نعم، نسر بهذا، اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أخي حمزة اقرأ آية آية. يا حمزة كرما اقرأ نعم اقرأ آية آية. الحمد لله رب العالمين. نعم اسمعني من سماعة الهاتف يا حمزة، بارك الله فيك. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. حمزة لو كنت تسمعني لو سمحت، اسمعني من سماعة الهاتف وأنقص صوت التلفزيون حتى لا يضيع منا وقت الحلقة. أنا أسمعك من التليفون الشيخ، أسمعك واضح جدا. تمام خلاص، أبدأ من أول السورة وأسترسل في القراءة. نعم. لا تقف، قف على رؤوس الآية بس بإذن تعالى شيخي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا حمزة، قراءتك صحيحة لسورة الفاتحة، فقط انتبه لكسرة همزة الوصل اهدنا إي، ولا نقول اهدنا إي، هذه ليست بكسرة صحيحة، الصواب إي. اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. بارك الله فيك. معنا الأخت وصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضلي بالقراءة.
يبدو أن الاتصال قد انقطع. طيب ننتقل إلى الخلف. طبعا عندنا في الآية 15 بعد 100 عندنا الأخت صفاء بارك الله فيها، يعني سمعتم منها قوله تعالى، هي قرأت بحفص: إن أنا إلا نذير مبين، إن أنا إلا نذير مبين. طبعا أيضا أبو عمرو وأيضا ورش هم يحذفون الألف من أنا، إن أنا إلا نذير مبين. أما قالون رحمه الله فله وجهان: إثبات الألف وحذفها، إن أنا إلا نذير مبين هذا وجه، وحذفها إن أنا إلا نذير مبين. طبعا إن أثبت قالون رحمه الله الألف سيصير عندنا مد منفصل، ولقالون في المد المنفصل وجهان: إما القصر وإما التوسط. طبعا سواء إثبات الألف أو حذفها هما وجهان صحيحان نصا وأداء في رواية الإمام قالون رحمه الله. أما البقية فكما سمعنا من الأخت صفاء هم يحذفون الألف، طبعا كل القراء باستثناء قالون. معنا من؟ خالد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا خالد، تفضل. وياكم وياكم. أقرأ سورة الفاتحة؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تعوذ يا خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، بارك الله فيك أخي خالد، ما شاء الله قراءة متقنة وصوت جميل، زادك الله توفيقا. فقط انتبه لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا عندنا ياء مشددة بعد الهمزة المكسورة، فهذه الياء ننبرها. ما معنى النبر؟ هو الضغط الزائد على الحرف ورفع الصوت بالحرف قليلا عما جاوره من الحروف، هكذا: إياك نعبد وإياك نستعين. لأننا لو لم ننبر هذه الياء ستبدو الياء وكأنها ياء مدية. إياك، لاحظ الفرق، إياك صارت الياء وكأنها ياء مدية، وكأن عندنا همزة مكسورة بعدها ياء مدية، لكن الياء ليست بياء مدية، هي ياء ساكنة بعدها ياء مفتوحة، ياء مشددة يعني. والحرف المشدد يتألف من حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. فلإظهار هذا التشديد ولإبرازه نضغط على الياء: إياك نعبد وإياك نستعين. انتبه لهذا، وقراءتك للفاتحة صحيحة. معنا الأخ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا يا محمد، اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو
كنتم تعلمون. حسبك قال ربي. حسبك يا محمد، كم عمرك؟ 6 سنوات. 6 سنوات ما شاء الله. وين واصل في القرآن؟ لسورة نوح عليه السلام. ما شاء الله ما شاء الله، شكرا، بارك الله فيك يا محمد. طيب، عندنا في الآية 15 ذكرنا في ألف أنا بإثباته أو حذفه يقرأ قالون، وهما وجهان صحيحان نصا وأداء. في الآية 18 بعد 100 قوله تعالى فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، هكذا قرأ قالون وأبو عمر. أما ورش وحفص فقد قرأ بفتح الياء ونجني ومن معي من المؤمنين، طبعا من المؤمنين بإبدال الهمزة واوا، ورش رحمه الله، ومن معي، فننتبه لفتح الياء. في الآية الثانية والعشرين بعد 100 قوله تعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم، طبعا هذه مرت معنا كثيرا، ورش وحفص يقرآن بضم الهاء وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أما قالون وأبو عمر أيضا الكسائي وأبو جعفر هم من يسكنون الهاء، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وها هو بعد الواو والفا ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا كما ذكر الشاطبي رحمه الله. في الآية 35 بعد 100 قوله تعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قرأ حفص رحمه الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وهو على أصله في المد المنفصل. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله. طبعا لا تنسونا بدعوة مباركة، ولا تنسوا إخوانكم، ولا تنسوا بلادكم، ولا تنسوا أنفسكم، ولا تنسوا أحبتكم بالدعاء في هذا اليوم، ولا تنسوني بارك الله فيكم بدعوة طيبة مباركة. كل عام وأنتم بخير، ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتراغى عين الرحمن وصدور